خبر تاني من خلال المحترف، وكنا تابعنا مع حضراتكم يمكن الاثنين اللي فات اعتزال بيكيه، وكان في اسئله كثيره جدا، هو بيكيه اعتزل ليه؟ ليه التوقيت ده بالذات؟ يمكن كشف نفسه بيكيه، كشف طبعا عن سبب اعلان اعتزاله بصوره مفاجاه خلال طبعا شهر نوفمبر، وكان الراجل بيتكلم ان هو خلال الفتره اللي فاتت كان عنده نوع من الصبر، وهو كان عايز بشكل او باخر يشارك في المباريات. بيكيه قال من خلال بعض التصريحات اللي نقلتها صحيفه سبورت الاسبانيه ان هناك عديد من الاسباب، يعني الناس في بعض الناس تعرفها، وانه في بدايه الموسم عقد جلسه مع المدير الفني تشافي، طبعا المدير الفني لبرشلونه، وتشافي اخبره انه هيكون من الصعب انه يلعب اساسي في الفريق. بيكي قال كمان ساعتها المشاعر ما كانتش في أفضل شكل، ويعني لقيت الأمور هتبقى صعبة، وإن اختار فترة التوقف الدولي لإعلان الاعتزال. لكن وهو في السكة كده كان في بعض الإصابات ظهرت في برشلونة، وبدأ يشارك بشكل مستمر، وهو في جميع الأحوال هو قرر أنه يرحل في هذه الفترة زي ما حضراتكم عارفين، واتفق مع الإدارة أو مع تشافي لما خلاص تشافي قال له أنت بره حساباتي، وممكن جدا تكون بتشارك كلاعب يعني على فترات صغيرة من المباراة. وبيكي أعلن اعتزاله مع طبعا آخر مباراة لبرشلونة في الجولة اللي فاتت. بيكي كمان قال ما بقتش أشعر أن في يعني خلاص المكان بقى بالنسبة لي صعب جدا، وبعض الناس بتتكلم رغم الانتقادات في الفترة اللي فاتت، لكن يعني أنا دايما هكون تحت أمر برشلونة، وأنا الناس اللي بتقول ده وداع هو وداع مؤقت، ولكن سأتواجد الفترة اللي جاية في طبعا برشلونة بشكل أو بآخر. وفي تقارير كثيرة جدا الحقيقة الفترة اللي فاتت بتقول ان بيكي يعني سيعمل خلال الفتره اللي جايه انه يكون في المستقبل القريب رئيس لنادي برشلونه. كمان علق بيكي على الوداع على المباراه النهائيه، وقال كان شيء مذهل، كان شيء رائع بالنسبه لي، وادركت مدى تقدير الجماهير ليا، لكن ليس وداعا لان انا مرتبط بالنادي الكتالوني، وزي ما بقول لحضراتكم هو عنده بلاننج انه في المستقبل القريب او البعيد هيكون رئيس لنادي برشلونة.